متابعينا الكرام في كل مكان وفي الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة تنخفض درجات الحرارة ويتحول الطقس، يصبح باردا بوجه عام في أغلب المناطق، شديد البرودة في بعض الأجزاء والمناطق مثل مناطق البادية والسور الشرقية وقمم جبال الشرع. تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكنها تنشط أحيانا، وهذا النشاط من الرياح يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل عام. تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 7 درجات مئوية. نهار الغد يستمر الطقس مستقرا عموما في أغلب المناطق، وتظهر بعض السحب يعني المتوسطة والعالية أحيانا، ولكن الطقس يكون غالبا مشمس مائلا للبرودة في ساعات النهار. يميل للدفء هذا الطقس خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تبقى الرياح جنوبية شرقية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، نشاط هذه الرياح لا يزال وسيبقى يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة أثناء نشاط هذه الرياح. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من إربد 20 إلى 8 درجات مئوية، تكون في جرش 18-9، في عجلون 18-9، وفي المفرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. ودرجات الحرارة الصغرى هذه ليلة السبت على الأحد، والعظمى هي عظمى يوم السبت. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة عمان 15-7، الصل 18-11، مأدبة 17-6 درجات مئوية. تكون في البحر الميت من 23-12 درجة مئوية، أما في الزرقاء من 16-6 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة، كرك 15-5، الطفيلة 15-9، في جبال الشرع من 14-7 درجات مئوية، وفي معان من 16-4، وترتفع في خليج العقبة إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى الليل حوالي 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في رويشة 17-3 درجات مئوية، نلاحظ برودة الأجواء في هذه المناطق. في الصفاوي 17-3، أما في الأزرق تقريبا من 18-6 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. دمتم بخير، إلى اللقاء.